صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قال الشوكاني رحمه الله في تفسيره عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، قال: إن أكثر العبادات مبنية على الظن كالقياس وخبر الواحد ودلالة العموم، وقد جاء التعبد في كثير من الشريعة بل أكثرها بذلك، فهل قوله هذا صحيح؟ لا، ما هو على إطلاقه، ما هو صحيح على إطلاقه. فيها ما هو قطعي، ما صح عن الرسول فهو قطعي، وفيها ما هو ظني، وما هذا الإطلاق هذا ما هو صحيح. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا شاب أعشق النظر إلى، والظن إنما هو في فهم الإنسان، الإنسان ما يجزم بفهمه، فهو ظن بحسب فهم الإنسان، أما من حيث الدليل فالدليل قطعي من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.